نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه الآيات المباركات تأتي عطفا على ما سبق بيانه من تلك الآيات التي نزلت مخاطبا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تخيير أزواجه، والتي افتتحت بقول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد مضى معنا الكلام في أنه بعد غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، وما أفاء الله عز وجل على نبيه والمؤمنين من تلك الأموال الكثيرة، أكثر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في طلب النفقة والتوسع في المعيشة والتمتع بطيبات الدنيا مما يتمتع به غيرهن. ولما كان صلوات ربي وسلامه عليه مجبولا على الزهد، مفطورا على التقلل من الدنيا، ورغبته متعلقة بالآخرة، فما كان يعجبه من الدنيا إلا مؤمن تقي، فقد نزلت هذه الآيات من أجل سلامة قلبه صلوات ربي وسلامه عليه وبراءة ساحته من حقوق أزواجه. فمن كانت تريد الدنيا والتوسع فيها والاستمتاع بطيباتها والنيل من مغانمها، فهذه ليس مكانها بيت النبوة. فتعالينا أي أقبلنا، أمتعكن أي أعطكن حقوقكن، ومنها متعة المطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وأسرحكن سراحا جميلا. والسراح الجميل هو ما كان طلاقا للسنة، لا يصحبه سب ولا شتم ولا أذى ولا منع لحق. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، من كانت تريد وجه الله عز وجل وتلتمس رضاه، من كانت محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معظمة إياه، من كان قلبها معلقا بالآخرة وجنة عرضها السماوات والأرض، فهذه من المحسنات، والمحسنات قد أعد الله لهن أجرا عظيما في جنة عرضها السماوات والأرض. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم
ذلك على نسائه وخيرهن جزاهن الله خيرا ما اختارت إحداهن الدنيا ولا رغبت فيها بل كلهن قد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وكانت القدوة في ذلك والأسوة الصديقة بنت الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد بدأ بها فقال: يا عائشة، إني سأعرض عليك أمرا وأحب أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. تقول رضي الله عنها: وكان يعلم أن أبوي لا يأمراني بفراقه. فقرأ عليها الآيات فقالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وهكذا بقية الزوجات رضوان الله عليهن أجمعين. ثم بين ربنا جل جلاله أن نساء نبيه صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعف وثوابهن عظيم لاتصالهن بشرف الانتساب لبيت النبوة. وكذلك لو أن إحداهن قد قارفت معصية فإنه يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن الوزر يتضاعف فيما لو كان للشخص حرمة. ولذلك أشقى الناس عالم لم يعمل بعلمه، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت، أي يطع، القنوت طاعة مع خضوع. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، قد مضى معنا أن نافعا قرأ في روايتيه، رواية قالون ورواية ورش بالهمز، يا نساء النبي هكذا بالهمز، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن. التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، أو التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، أو التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول إلانته بترقيق الصوت وإطالة الكلام في غير حاجة، هذا هو الخضوع بالقول. فلا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول إلانته بترقيق الصوت وترخيمه وإطالة الكلام من غير داعي. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض في القرآن نوعان: مرض الشبهة كما في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ومرض الشهوة كما في هذه الآية. فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة، يطمع في كن ويتطلع إليكن. وقلنا قولا معروفا على ما جرى به عرف الناس من غير إغلاظ ولا رفع صوت، وقلنا قولا معروفا. يقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. وقرن، هذه قراءة نافع وعاصم وأبي جعفر. وقرأ الباقون، أعني ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب، وقرن قراءة نافع وعاصم وأبي جعفر، وقرن من القرار من الاستقرار،
وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن. وقرأ الباقون وقرن في بيوتكن، وقرن فيها وجهان. الوجه الأول وقرن من الوقار، عليكن بالسكينة والتوقر وقرن. والوجه الثاني وقرن أيضا من القرار، من الاستقرار، فتكون في معنى القراءة الأولى. وأما قوله تعالى في بيوتكن فقد قرأها قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف بكسر الباء، وقرن في بيوتكن، في بيوتكن. حيثما جاءت هذه الكلمة سواء جاءت منكرة كما في قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا، أو معرفة غير بيوتكم، أو مضافة إلى الضمير كيفما كان، ومنه قوله أو مضافة إلى الاسم الظاهر كما في قول ربنا جل جلاله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. هذه كلها قرئت بكسر الباء لمناسبتها للياء، وهما لغتان يقال بيوت وبيوت. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجن، مادة الباء والراء والجيم تدل على ظهور، ومنه قيل للبناء العالي برج، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والتبرج قيل المراد به التكسر والتبختر في المشية، وقيل المراد مشية المرأة بين يدي الرجل أي أمامه، وقيل المراد بالتبرج أن تضع خمارها على رأسها ثم لا تلويه بحيث يستر قلادتها وأقراطها وما تتزين به. والقرطبي رحمه الله قال والصحيح أن التبرج يجمع ذلك كله، فمن تكسرت وتبخترت في مشيتها فقد تبرجت، ومن أظهرت ما أمر الله بستره من زينتها فقد تبرجت، وكذلك من خرجت في غير ما أباح الله عز وجل متطيبة متزينة فقد تبرجت. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى قيل ما كان في زمان نوح عليه السلام، وقيل ما كان بين نوح وإدريس، وقيل ما كان في زمان إبراهيم، قيل ما كان في زمان عيسى وموسى، وقيل الجاهلية الأولى ما كان قبل الإسلام عموما، والجاهلية الآخرة ما سيكون بعد ذهاب الأحكام عياذا بالله، حين يبقى قوم هباء لا عقول لهم. وقد قال بعض أهل التفسير بأن قول ربنا جل جلاله الجاهلية الأولى لا يلزم أن يكون هناك جاهلية آخرة، بل هي كقول ربنا جل جلاله وأنه أهلك عادا الأولى، عادا الأولى، فالمقصود ما كان عليه أهل الجاهلية في القديم. والجاهلية مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم، وكذلك مشتقة من الجهل الذي هو عدم العمل بالعلم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة ويأتينا الزكاة. ذكر هذان الركنان العظيمان لنيافتهما كما يقول ابن عاشور رحمه الله، باعتبار أن الصلاة هي أرفع العبادات البدنية، وأن الزكاة هي أرفع العبادات المالية. وأقمنا الصلاة
وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. دائما فعل الإرادة في القرآن يأتي بعده فعل منصوب، كما في قول ربنا جل جلاله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فيقول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب، أي يصرف عنكم الرجس، والرجس هو القذر والنجس حسيا كان أو معنويا. أهل البيت، أهل البيت إما أن تكون منصوبة على المدح تقدير أمدح أهل البيت، أو على النداء يا أهل البيت، وقال بعضهم بل هي منصوبة على البدل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من هم أهل البيت؟ أهل البيت من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل جعفر وآل عقيل وآل علي وآل عباس وآل حارث ابن عبد المطلب، ويدخل في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السياق في مخاطبتهن. ويؤيد ذلك قول ربنا جل جلاله في خطاب سارة زوجة الخليل إبراهيم عليه السلام، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ومما يدل على ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آل البيت ما رواه الخلال بإسناده عن ابن أبي مليكة رحمه الله، أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الصدقة، فردتها وقالت إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا نأكل الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فأهل البيت هم هؤلاء، ولا شك أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن داخلات أيضا، ولا شك أن الحسن والحسين أيضا داخلان. يدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرط مرحل، أي كساء مخطط، فجاء علي وجاءت فاطمة ثم جاء الحسن والحسين رضوان الله عليهم، فأدخلهم تحت هذا الكساء وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله عز وجل واذكرنا، الخطاب أيضا لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، واذكرنا من الذكر، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، وفي القراءة الأخرى في بيوتكن، من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله أفعاله تقريراته صفاته. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه معاني المفردات والقراءات الواردة في هذه الآيات. إخوتي وأخواتي، قول ربنا جل جلاله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ها هنا وقف، لستن كأحد من النساء، لأن الله جل جلاله قد اصطفاكن واختاركن لتكن زوجات لأشرف خلقه وخاتم رسله وخير أنبيائه، أعلم خلق الله بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله. لستن كأحد من النساء،
لأن لكن أحكاما قد خصكن الله بهن، ومن ذلك حرمة نكاحكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان لكم أن تنكحوا أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. لستن كأحد من النساء، لأن الوحي يتنزل في بيوتكن. لستن كأحد من النساء، لأنكن ترين ما لا يرى غيركن. غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآه غير أزواجه. ولذلك أمنا عائشة وأمنا ميمونة رضوان الله عليهن وصفتا لنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جيء له بماء في مخضب أو في إناء، فبدأ فغسل يديه صلوات ربي وسلامه عليه إلى كوعيه، ثم أفاض بيمينه فغسل فرجه بشماله، ثم غمس يده في الإناء فحث على رأسه ثلاث حثيات حتى رأى أنه قد أروى شؤون رأسه، أفاض على ميامنه ثم أفاض على مياسره، قالت ثم أتيته بالمنديل أو بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه صلوات ربي وسلامه عليه. المعاشرة الزوجية من رواها غيرهن؟ من اطلع عليها غيرهن؟ ولذلك تقول أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وكذلك ما يتصل بأحكام الحيض، أمنا عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها فيرتل القرآن وهي حائض. ومثله أيضا قضية القبلة للصائم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه صلوات الله وسلامه عليه. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام لسنا كأحد من النساء، ولذلك عانينا من شظف العيش وخشونة الحياة والصبر على اللأواء والرضا بالقليل، وقنعن بالزهد في الدنيا ما لم يكن من غيرهن. لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. إن اتقيتن هذا ليس قيدا احترازيا، وإنما هو من باب الإلهاب والتحريض على التقوى، وإلا فهن كن متقيات قبل ذلك. فهي كقول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي اتق الله اتق الله. ها هنا: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منهن خضوع بالقول قط، ولا استطاع أن يطمع فيهن ذو مرض، ولكن كما مضى معنا الكلام قد يخاطب المرء بالشيء والمراد غيره، من باب إياك أعني أو إياك أعني واسمعي يا جارة. قد مضى معنا بأن هذا مثل قد رددته العرب لما نزل أحد بني فزارة على رجل من العرب، ولكن الرجل لم يكن موجودا، وكانت أخته هي التي رحبت به وأكرمت وفادته فأعجب بها، فقال قولا يلحن فيه لحنا من أجل أن تفهم، قال: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة صار يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني يعرض بخطبتها، يريد أن يخطبها لنفسه، يخاطب جارية سواها، ثم يقول: إياك أعني واسمعي يا جارة. فها هنا أيضا الخطاب لأمهات المؤمنين، وهن من هن شرفا ومكانة وعفة وصيانة،
والمراد نساء المؤمنين، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وليسمع هذا الكلام نساء يخضعن بالقول فيرققن الكلام ويتغنجن في أصواتهن ويتمايلن في كلماتهن، وهذا كله مما لا يجوز. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو مرض الشهوة. وقلن قولا معروفا، الله جل جلاله أباح للمرأة أن تتكلم، فليس صوت المرأة عورة، وهذا مما ينبغي أن يقال في هذا المقام، ليس صوت المرأة عورة. والدليل على ذلك النصوص المتكاثرة في كلام نساء الصحابة رضوان الله عليهن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير، بل بحضرة الصحابة، لئلا يقال بأن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت وما لنا أكثر أهل النار، قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فقلنا يا رسول الله وما نقصان عقلهن؟ النساء يسألنا. فقال شهادة الرجل بشهادة امرأتين، قالت قلنا وما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداكن الليالي لا تصلي. وفي لفظ أليست إذا حاضت إحداكن لم تصلي ولم تصم؟ فها هنا هذه المرأة تكلمت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم يتحدث بالذي يكون بينه وبين امرأته، فوجم الناس أي سكتوا، فصاحت امرأة من ناحية النساء فقالت بلى يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما مثل ذلك إلا كمثل شيطان لقي شيطانة فضاجعها في الطريق والناس ينظرون. وأيضا أوضح من هذا قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، لما أسر زوجها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وكان إذ ذاك كافرا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح، زينب رضي الله عنها قالت أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه وقال هل سمعتم بالذي سمعت؟ قالوا بلى. قال والله ما علمت به إلا الساعة، عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أن بنته وهي الحصان الرزان التي نشأت في بيت النبوة، وأبوها صلى الله عليه وسلم خير الآباء، وأمها سيدة نساء العالمين، ومع ذلك تكلمت بمسمع من الرجال قالت إني أجرت أبا العاص ابن الربيع. فكلام المرأة أيها الإخوة والأخوات بحضرة الرجال ليس ممنوعا ولا محرما ولا محظورا، ولا صوتها عورة، لكن ما هو الممنوع؟ الممنوع خضوعها بالقول. قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، أي من قولا معروفا من غير نهر ولا زجر ولا رفع صوت، لأن بعض الناس قد يسمع فلا تخضعن بالقول فيظن بأن مطلوبا من المرأة إذا خاطبها رجل أن ترد عليه ردا فيه غلظة وجفاء. لا، ليس هذا مطلوبا،
ولذلك ربنا جل جلاله قال وقلنا قولا معروفا. ثم قال جل من قائل وقرن في بيوتكن، أمرهن الله جل جلاله بأن يلزمن بيوتهن. ما سبب نزول هذه الآية؟ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها خرجت لحاجة لها وكانت امرأة جسيمة، من رآها عرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة قد عرفتك، والله ما تخفينا علينا، فلتنظر إحداكن مكانها. فإن كفأت راجعة، رضي الله عنها لما واجهها عمر بهذا الكلام إن كفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في يده عرق، والعرق هو العظم الذي فيه بقية لحم، فقالت يا رسول الله قد كان من الأمر كذا وكذا وقد قال عمر كذا وكذا، فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى نزل عليه الوحي، والله ما وضع العرق الذي في يده. فلما سري عنه قال إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. ليس ممنوعا خروج المرأة لحاجتها، لكن مطلوبا منها أن تكون في حال من الاحتشام والتستر. وقرن في بيوتكن، الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى فإنه يتناول عموم نساء المؤمنين لما تظاهر من أدلة الشريعة بأن المرأة الصالحة هي التي تلزم بيتها. يقول الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله وقد دخلت نيفا وألف قرية فما رأيت مثل نساء نابلس التي رمي فيها الخليل إبراهيم في النار. هكذا يقول ابن العربي، يحدد بأن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام رمي في النار في نابلس. يقول ما رأيت أعف نساء ولا أصون عيالا من نساء نابلس، كنت أسير في الطرقات فلا أرى امرأة قط إلا يوم الجمعة يخرجن للصلاة حتى يمتلئ المسجد منهن ثم ينصرفن، فلا أراهن إلا في الجمعة التي تليها. وأما نساء بيت المقدس فإن منهن من لزمت معتكفها لا تخرج منه قط حتى استشهدت فيه. هذه شهادة حق لأهل نابلس أن يفخروا بها، وكذلك نساء بيت المقدس. ابن العربي يقول دخلت نيفا وألف قرية ما رأيت مثل نساء نابلس، يعني كنا يعملن بهذه الآية. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات من الأهمية بمكان في زمان ظن فيه بعض النساء أن الخروج مقصود لذاته، فتجي ترى إحداهن ولاجة خراجة في كل يوم، في الجليل والحقير، في الصغير والكبير، في المهم والتافه من الشؤون، تجدها في كل يوم تخرج من بيتها. وقرن في بيوتكن، قال ابن العربي رحمه الله وقد شغب الروافض قاتلهم الله بهذه الآية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالوا إنها قد فارقت بيتها وخالطت الرجال وشهدت الحروب ومواضع الطعن والضرب فخالفت بذلك أمر ربها. وهؤلاء إنما أتوا من سوء ظنهم بالله عز وجل وبغضهم لأم المؤمنين رضي الله عنها. فإن عائشة رضي الله عنها كانت قد نذرت حجا، نذرت لله حجة،
فأرادت أن تخرج للحج، وكان أولئك البغاة الظالمون قد جاءوا من مصر وبعضهم من العراق، فحاصروا دار عثمان عليه من الله رضوان في المدينة، وهو إذ ذاك أمير المؤمنين. فقال لها مروان بن الحكم: يا أم المؤمنين، لو مكثت فرددت هؤلاء الرعاع خير لك من حجتك هذه. يعني يقول لها: بقاؤك لعلهم يستحون منك. لكنها رضي الله عنها خرجت لحجتها. لما رجعت من الحج وجدت بأن عثمان رضي الله عنه قد قتل. ثم بعد ذلك كان من أمر الله ما كان، حين بويع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أبى أن يدخل في بيعته أهل الشام على رأسهم معاوية، وطالبوا بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه طلب من معاوية أن يبايع أولا، ثم تزاحف الناس للقتال. فرغب بعض الناس إلى أم المؤمنين بأن تخرج إلى بنيها هؤلاء لعل الله يصلح بها بينهم. طيب، أليس الإصلاح بين الناس عملا صالحا مأمورا به الذكر والأنثى والحر والعبد؟ اللهم نعم. فإن ربنا جل جلاله قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإن الله جل جلاله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أم المؤمنين رضي الله عنها خرجت على هذه النية، الإصلاح بين هؤلاء الذين قد أشرفوا على أن يقتل بعضهم بعضا. لما رأى بعض المفسدين بأن الصلح قد يتم، عمد إلى جمل عائشة رضي الله عنها فعرقبه وسقطت عنه، ومنه سميت تلك الموقعة بموقعة الجمل لما نشب القتال بين الناس. فعمد محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى أخذ عائشة معها 30 امرأة بأمر علي رضي الله عنه، وردهن إلى العراق ومن ذلك المكان إلى المدينة. فلا عيب على أم المؤمنين فيما صنعت، بل هي خرجت آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. إخوتي وأخواتي، أنا كنت أريد أن أكمل يعني هذا الدرس، ولكن حقيقة أشعر بشيء من الإجهاد في حلقي، فلعل هذا يكفينا إن شاء الله في هذا اليوم. وأنا أذكركم بأن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليلة مباركة. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيانا.